بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة الصف الثامن مع شرح نص من النصوص الأدبية وقصيدة هي بعنوان شجاعة وكرم لسليمان ابن سليمان النبهاني. نبدأ الآن أعزائي هذه القصيدة كما تلاحظون، تبدأ بالبيت الأول: ألا في سبيل المجد ما أنا صانع، نفوع وضرار ومعط ومانع. الآن سوف إن شاء الله نتناول القصيدة ونشرح أبياتها ونبين الجماليات ومعاني الأفراد وغير ذلك. أولا نريد أن نعرف بالشاعر، فالشاعر هو سليمان ابن سليمان النبهاني، شاعر من ملوك بني نبهان الذين حكموا عمان في النصف الأخير من القرن التاسع الهجري وأوائل القرن العاشر. طبعا شعره يتضمن على ماذا؟ يحتوي ماذا؟ الفخر بنفسه وآبائه. وهذه القصيدة أيضا التي بين أيدينا شجاعة وكرم هي من القصائد التي يفخر بها الشاعر بنفسه وبآبائه وأجداده. نأتي الآن، لاحظوا هنا هذه قصيدة يمدح نفسه فيها بفرط الكرم، يعني زيادة الكرم والشجاعة وسرعة النجدة، نظمها على غرار أبو العلاء المعري. هذا الشاعر أبو العلاء المعري شاعر سابق، فهذا الشاعر سليمان ابن سليمان النبهاني نظم هذه القصيدة، وهذه القصيدة تشبه قصيدة للشاعر أبي العلاء المعري. لاحظوا ماذا يقول أبو العلاء المعري: ألا في سبيل المجد ما أنا فاعل، عفاف وإقدام وحزم ونائل. وهذه هي القصيدة تبدأ ببيت مشابه لهذا البيت. نأتي إلى النص، بين يدي النص، هذه الأبيات من قصيدة طويلة للشاعر في الفخر. إذا لو جاءكم سؤال في الاختبار، ما هو الغرض من القصيدة؟ ما هو غرض هذه القصيدة؟ الإجابة تكون الفخر، يمدح نفسه فيها. ما معنى الفخر؟ كما تعلمون أن الفخر هو عندما يفخر ويمدح الإنسان نفسه. بماذا يفخر يمدح نفسه؟ بفرط الكرم، يعني زيادة الكرم والشجاعة وسرعة النجدة، أي أنه يسرع وينجد وينقذ الآخرين. نظمها على غرار قصيدة أبي العلاء كما قلنا قبل قليل. نبدأ الآن بالبيتين الأول والثاني. أيضا لو قلنا ما هي الفكرة العامة للنص، الفكرة العامة واضحة الآن، أن الشاعر يفتخر بشجاعته وكرمه ومساعدته للآخرين. نأتي إلى شرح البيت الأول والثاني: ألا في سبيل المجد ما أنا صانع، نفوع وضرار ومعط ومانع. لاحظوا هنا صانع، الكلمة هذه ما أنا صانع، معنى صانع يعني ما أنا فاعل في سبيل المجد، يعني حتى أصل المجد. ضرار، لاحظوا هنا صيغة مبالغة على وزن فعال يعني كثير الضرر. ومعط هو الشخص الذي يعطي، ومانع الذي يمنع ولا يعطي. إذا لاحظوا يوجد بين نفوع وضرار طباق وتضاد، وبين معط ومانع أيضا طباق أو تضاد. والبيت الثاني: أعندي وقد أحرزت كل جميلة، يذعر جار أو يذعر وادع. لاحظوا هنا عندما قال وقد أعندي، وهنا أسلوب استفهام. لاحظوا لو قال لكم استخرجوا من القصيدة أسلوب استفهام فقولوا ورد أسلوب الاستفهام في البيت الثاني. لاحظوا أين أداة الاستفهام؟ الهمزة. أعندي، فهو يسأل أين علامة الاستفهام في آخر البيت. إذن هذا أسلوب استفهام. الآن يقول هنا أحرزت، يعني حققت. أعندي وقد أحرزت، حققت كل جميلة، يعني كل شيء حسن. يذعر جار، يعني هل يذعر جاري؟ هل يستطيع أحد أن يخوف جاري؟ لاحظوا هنا يذعر يعني يخوف ويفزع. أو يذعر وادع، والوادع المستقر و المطمئن، يقول لا أحد يستطيع أن يخيف جاري. لاحظوا الآن الجماليات في البيتين السابقين عندما قال ألا. لاحظوا بما بدأ القصيدة، قال ألا، هذا يسمى حرف استفتاح لا محل له من الإعراب. ماذا يفيد ألا؟ التنبيه. لو جاءكم سؤال في الاختبار ماذا تفيد ألا في بداية القصيدة، فالإجابة هي التنبيه. ونفوع وضرار بينهما تضاد، أو نستطيع أن نقول بينهما طباق. وكذلك الحال، معط ومانع بينهما تضاد، أو نقول طباق. فهي عندما تكون الكلمات متضادة يعني عكس بعضها
نقول عنها طباق أو تضاد. أعندي وقد أحرزت، لاحظوا هنا قبل قليل قلنا هذا أسلوب استفهام، ما الهدف منه؟ ما الغرض منه؟ النفي والإنكار. نأتي إلى شرح البيت الأول، يؤكد الشاعر أن كل ما يفعله من نفع وضر يستطيع به الوصول إلى المكانة العالية، إذا يسعى إلى المجد من خلال الأشياء التي يعملها ويفعلها. شرح البيت الثاني، كل من يعيش بقربه يشعر بأمان لأنه يتصف بصفات جميلة حميدة وحسنة، منها النجدة ومساعدة الجار. الثالث والرابع الآن، يقول أجود بما أحويه والدهر عابس ولم يثنني عن بذل ما حزت رادع. هنا يقول أجود يعني أنا أكون كريما، أجود وأعطي بما أحويه يعني أمتلكه، أحويه بمعنى أمتلكه. والدهر عابس، ومعنى عابس أي حزين، والزمان حزين. ولم يثنني، معنى يثنني أي ولم يمنعني كما تلاحظون هنا، ولم يمنعني عن بذل ما حزت، ومعنى حزت يعني ما هو لدي. رادع، رادع يعني هو الشيء الذي يمنع ويردع. ويقول في الرابع، وإني حسام لم يفل غراره وشهم جنان لم ترعه الروائع. يقول وإني حسام، يمدح نفسه ويقول أنه حسام، والحسام هنا سيف لم يلثم حده، يعني السيف الحاد. لم يفل يعني ما زال حادا، ولم حادا وحده لم يلثم أي لم يصيبه العطب والخراب. وهنا يقول وشهم جنان، والجنان هو الجوف أو القلب. لم ترعه الروائع، لم ترعه يعني لم تخفه، لم تخفه الروائع، والروائع هي الأشياء المخيفة، والمفرد روع. نأتي الآن إلى شرح البيت الثالث، يصف الشاعر نفسه بالكرم. لاحظوا كما قلنا من الفكرة العامة للقصيدة أنه يصف نفسه بالكرم المفرط يعني الزائد، حيث أنه يجود على الناس في وقت الشدة ولا يمكن لأحد أن يمنعه من جوده وكرمه. لاحظوا هنا هذه تدل على شدة الكرم. أما شرح البيت الرابع، يصف الشاعر نفسه بماذا؟ بالشجاعة والقوة والصلابة وقوة القلب كذلك، هذه كلها أمور يصف نفسه بها بسبب أن الخوف لا يجد له طريق في قلبه. لاحظوا هنا يقول وشهم جنان لم ترعه الروائع، يعني قلبي، معنى قلنا جنان هو القلب والفؤاد، لم ترعه الروائع يعني لم تخفه الأشياء المخيفة. وهنا عندما قال أجود، هذا إذن البيت الثالث فيه السمة وصفة الكرم عند الشاعر. ويقول هنا في البيت الرابع شرحناه، نأتي إلى الجماليات في الأبيات السابقة، أجود بما أحويه والدهر عابس. شبه الشاعر الدهر بماذا؟ بالإنسان الحزين، لأن معنى عابس حزين، الذي يمر بشدة. وإني حسام لم يفل غراره، شبه الشاعر نفسه بماذا؟ بالحسام، والحسام قلنا السيف الذي لم يلثم حده يعني حاد، بالسيف الحاد. الخامس والسادس، يقول وإن فقدت يمناي جودا تأوهت إلى الجود أو حنت كما حن راجع. يقول يداي، طبعا هنا يداي، وإن فقدت يمناي، يمناي بمعنى يداي، جودا تأوهت، والجود هو الكرم، تأوهت يعني اشتاقت وتوجعت لأنها لا تستطيع أن تنفق، يعني يقول أن يدي إذا لم تنفق وإذا لم تعطي أحدا تتأوه، تتوجع لأنها لم تعطي، تأوهت إلى الجود، والجود هو الكرم. أو حنت كما حن راجع، حنت أيضا اشتاقت، والراجع هو الذي يرجع من السفر، يكون مشتاقا لأهله وأحبابه وأصحابه. يقول أيضا في السادس، وإني ذو طعمين شهد يشوبه رحيق وسم دونه السم ناقع. يقول الشاعر يصف نفسه أنه ذو طعمين، يعني له طعمان، شهد، الشهد هو طبعا يشوبه، الشهد هو العسل، الشهد إذن له طعمان، الطعم الأول هو طعم العسل وهو الشهد، والطعم الثاني هو السم. الآن هذا طعم العسل الشهد يشوبه، بمعنى يخالطه، يخالطه ماذا؟ رحيق
والرحيق ورحيق النحل العسل، وسم دونه السم ناقع، هذا ناقع، السم الناقع قاتل، يعني يصف نفسه بأنه عبارة عن خليط له طعمان، الطعم الأول هو طعم العسل مختلط مع السم. لاحظوا الآن شرح البيت الخامس، أنه إذا قلل من كرمه تشتاق يداه إلى الكرم والجود، كما قلنا كالمسافر الذي، وقلنا الراجع هو المسافر، حن راجع، كالمسافر الذي يشتاق أو يحن للرجوع إلى وطنه. أما الشرح السادس أنه يعامل أصحابه برفق ولين، ولا كالرحيق الممزوج مع العسل، إذن كالرحيق الممزوج مع العسل، ومع أعدائه كالسم القاتل، وهذا دليل على صلابته أمام الأعداء. إذن لاحظوا ركزوا هنا أعزائي الطلبة، الشاعر هنا عندما قال وإني يذو طعمين شهد يشوبه، يعني يكون هو كالعسل وحسنا ومعاملة حسنة مع من؟ مع أصدقائه، ويكون كالسم ويكون طعمه مر ويكون قاتلا مع من؟ مع الأعداء. إذن هذا الشرح السادس، أنه يعامل أصحابه برفق ولين كالرحيق الممزوج بالعسل، ويعامل أعداءه كما أنه سم قاتل، وهذا دليل على صلابته أمام الأعداء. أما الجماليات في البيتين السابقين، وإن فقدت يمنا يجودا تأوهت إلى الجود، أو حنت كما حن راجع، شبه الشاعر يده أنها تشتاق إلى الجود والعطاء كما يحن المسافر إلى منزله. إذا شبه يده بالإنسان الذي يشتاق، لاحظوا هنا شبه الشاعر يده، نستطيع أن نكتب هنا يده بالإنسان الذي يشتاق. والبيت السابع والثامن يقول: فما أما داري خائف فهو خائف، ولا زار ربعي جائع فهو جائع. هنا أما، لاحظوا فما أما، أما هذه ليست أم وهي الحرف، وإنما أما هذه فعل، أما يعني قصد وجاء. فما أما داري يعني فما قصد داري وما جاء إلى داري خائف فهو خائف، ولا زار ربعي، والربع هو مكان إقامتي، ربعي يعني مكان إقامتي، جائع فهو جائع. محلي مقصود، أيضا لاحظ هنا الآن يفخر بنفسه، محلي يعني مكاني الذي أعيش به وأجلس به. مقصود، مقصود يعني يأتي إليه الناس. وجاري آمن، وأيضا أي جار لهذا الشاعر فهو في أمان لأنه يحميه. وجودي هطال، جودي يعني كرمي، يقول كرمي هطال يعني يهطل كالمطر على الناس. وظلي واسع، يعني من أراد أن يستظل بظلي وأن يكون يدخل تحت أماني، فظلي واسع وأستطيع أن أحمي الجميع. لاحظوا شرح البيت السابع، أنه لا يأتي أحد خائف إليه إلا وهو يرجع مطمئن بالأمان، مطمئن بالأمان، ولا يأتيه أحد جائع إلا ويخرج من عنده وقد شبع من الأكل. لاحظوا هنا شرح الثامن، محلي مقصود، جود وكرم الشاعر مثل المطر الذي يهطل بغزارة، وهذا دليل على شدة جوده وكرمه على قومه. أما الجماليات في البيتين السابقين، وجودي هطال، شبه الشاعر جوده بالهطال وهو المطر الغزير. وظلي واسع، شبه شدة كرمه بالشجرة التي تمتد فروعها ويستظل بها الناس. الآن نشرح البيتين التاسع والعاشر، يقول: وتعرفني الهيجاء والليل والسرى، وسمر العوالي والسيوف القواطع. ومعنى السرى وتعرفني، يعني ما الآن يتكلم الشاعر عن الأشياء التي تعرفه. وتعرفني الهيجاء والليل والسرى وسمر العوالي والسيوف القواطع. والهيجاء هنا معناها، معنى الهيجاء الحرب، يعني أنه فارس. والليل يعرفه أنه يمشي بالليل. والسرى، والسرى معناه السير في الليل، السير ليلا كما تلاحظون. وسمر العوالي، والعوالي هي النصف الأعلى من الرمح والمفرد عالية. والسيوف القواطع، فهذا يدل على شجاعته، فالسيوف القاطعة القوية التي تقطع، تعرف الشاعر. فما أخطأتني منذ كنت محامد، ولا دنستني مذ نشأت المطامع. وهنا المحامد
يقول: فما أخطأتني منذ كنت محامد، يعني المحامد والصفات الحسنة والجيدة لم تخطئ الشاعر، فهذه الصفات الحسنة دائما تتجه إليه. ولا دنستني، دنستني يعني شوهتني، ولا دنستني مذ نشأت، يعني منذ ولدت. المطامع، والمطامع هي الشهوات. نأتي الآن إلى الشرح. يقول الشاعر: أنه مكان ومأوى للمسافر المتعب الذي يأتي من رحلة شاقة ومتعبة كي يستريح من رحلته عنده. وهذا البيت مثل بيت المتنبي الذي قال فيه: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. أما شرح العاشر: أنه منذ نشأ على وجه الأرض كان يتصف بالصفات الحميدة، وكان بعيدا عن الصفات الرديئة كالمطامع. البيت الثاني عشر أو الحادي عشر والثاني عشر يقول: ولا حت في الهيجاء خوف منية، عن الطعن والسمر اللدان شوارع. يقول: ولا حت يعني ولا هربت، ولا هت يعني ولا حربت في الهيجاء، والهيجاء هي الحرب كما قلنا قبل قليل. خوف منية، والمنية هي الموت، يعني يقول: أنا لا أهرب في الحرب خوفا من الموت. عن الطعن، والطعن هو الذكر، ذكر الإنسان بما ليس فيه. وكذلك: والسمر اللدان شوارع، والسمر المفرد أسمر والمقصود به الرمح، واللدان هو المفرد لدن وهو اللين، السمر يعني الرماح اللينة. شوارع، لاحظوا هنا، شوارع بمعنى مرفوعة، مشرعة ومرفوعة هذه الرماح. الثاني عشر: ولا أمني ذو فاقة، والفاق الحاجة. ولا أمني يعني ولا قصدني ولا جاءني. ذو فاقة، وذو بمعنى صاحب، صاحب حاجة. يبتغي الغنى، يبتغي يعني يريد، يريد الغنى. فعارضه من دون مالي مانع. فعارضه يعني ما يعني لم يجد ما يطمح إليه. نشرح الآن البيتين. يقول في البيت الحادي عشر: أنه لم يهرب من الحرب بالطعن أو بالسيف. إذن الطعن هنا لها المعنى المعروف مباشرة، وهو الطعن بالسيف من أجل القتل. فهو قوي القلب، وهذا دليل على شدة قوته وصلابته في تلك المواقف. أما شرح الثاني عشر: أن الفقير يأتي إليه يطلب الغنى، فما يعود من عنده إلا وهو شديد الغنى بعد أن كان شديد الفقر، وهذا دليل على شدة جوده وشدة كرمه. وبهذا أعزائي نكون قد وصلنا إلى نهاية شرح القصيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.